مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. من خلال هذا البرنامج راح نتناول معكم أبرز وأهم عناوين وأخبار صحفنا المحلية. اليوم طبعا مشاهدينا الكرام صحفنا المحلية اليوم الاثنين تناولت العديد من العناوين، وإن كان النصيب الأكبر ذهب إلى طبعا مشاركة سمو الأمير حفظ الله في حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللي حضر اليوم ملوك وأمراء وقادة ومسؤولين من عدة دول عديدة، يعني عربية وإسلامية وعالمية. هذا التنصيب اليوم يمكن صحفنا المحلية تمت فيه على اعتبار أن مصر دولة محورية ومصر دولة مهمة، وبالتالي من المهم جدا أن يعم الاستقرار والأمان إلى مصر وتعود مصر إلى دورها الطبيعي وثقلها العربي والإقليمي على طبعا المستوى العالمي. موضوع تنصيب عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الجديد هو اليوم من أبرز أمانة عناوين صحفنا المحلية. على المستوى المحلي اليوم يمكن موضوع الإضراب في التأمينات كان كذلك من الأخبار اللي تمت فيه اليوم، إضراب شامل شل التأمينات الاجتماعية، وبالتالي هذا الأمر يعني يدعونا إلى أن نفكر مليا في موضوع هذه الإضرابات والأهداف وما هي المشاكل اللي يعاني منها كثير من الموظفين. على المستوى البرلماني يمكن اليوم الأبرز كان هي اللجنة التشريعية، أقروا يعني زيادات للعسكريين كمقترح اللي تقاعدوا من تقريبا 91 2002، هذه الفترة يعني قررهم هذه اللجنة التشريعية طبعا كمقترح أقروه اليوم. هناك على الموضوع العسكري، على موضوع المدنيين كان هناك توافق بين الحكومة وبين كذلك المجلس الأمة واللجنة لإعطاء يعني نهاية خدمة بين 15 إلى 18 راتب نهاية خدمة، وهذا يعني سيكون إنجاز كبير لمجلس الأمة إذا ما أقر بتوافق حكومي برلماني في هذا الجانب، على اعتبار أن يعني من الكثير من المدنيين يعني لا يستفيدوا شيء في بعد التقاعد، يعني حالهم مو مثل حال كثير من إخواننا العسكريين أو العاملين في النفط، وبالتالي أعتقد هذا المقترح راح يعيد الأمور إلى نصابها، وراح نوعا ما يمكن يعطي مميزات للتقاعد وتخفيف العبء أمام ازدياد أعداد البطالة. يعني عندنا في الكويت للأسف زادوا يعني سنوات العمل، يعني وصلت إلى تقريبا 35 سنة يعني موظف، وهذا أدى إلى تكدس البطالة، وكل بين سنة بعد سنة راح تزداد البطالة تزداد شيئا شيئا، لأنك أنت عندك التقاعد قليل جدا ليخرج، وبالتالي وعندك أجيال كبيرة جدا تريد وظائف في المستقبل، وهذه المعادلة يعني يفترض أن ديوان الخدمة المدنية يعالجها، ومهمة جدا أن تعالج. هل الرجوع إلى القانون القديم اللي يكون على 25 سنة على 20 سنة التقاعد قد يحل هذه المسألة؟ وهناك طبعا مقترحات ودراسات في ديوان الخدمة المدنية رأوا بأن التوجه هو إلغاء موضوع 35 و30 سنة للتقاعد، تقليلها لأقل من كذي، لكن يبدو أن القرار لا زال سياسيا، وبعض الوزراء يرفض يعني هذا التراجع رغم أنه عمليا وعلميا ومنطقيا مفيدة لتوظيف البطالة اللي قاعد تزاد، لكن بعد 5 سنوات شيء طبيعي راح تواجه الدولة مشكلة كبيرة جدا في موضوع البطالة والخريجين الجدد اللي لن يجدوا وظائف إذا استمر نظام التقاعد بهذا الشكل وهذه الفترات الطويلة جدا. عموما هذا اليوم تقريبا مشاهدي الكرام هي أبرز مواضيع وعناوين صحفنا المحلية الصادرة ليوم الاثنين. راح شاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي. محمد العجمي حياك الله، لا تورطنا ثاني مرة، جزاك الله خير، واخر مره ترى ما راح نسمح لك. حياك الله محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين اللي انضموا الينا في هذه الساعه وفي هذه الفقره. مثل ما تفضل اخوي عويد، يمكن اليوم تسليط الصحف على عناوين المانشيت الرئيسي حول يعني تنصيب المشير السيسي رئيسا، عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. كذلك الصحف اليوم لم تهمل السباق المحموم للانتخابات التكميليه البرلمانيه، اخذت يعني ابعادها وبدات الندوات وبدات هنالك
بعض الجزئيات السياسية لتعود مرة أخرى إلى مسألة الانتخابات. لم يفصلنا على التصويت إلا أيام أو أسبوعين تقريبا. هذا الموضوع أخذ في عاتقه تقريبا العمل اليوم على قدم وساق في هذا الأسبوعين. في هذا الصيف الساخن بدأت يعني تسخن بعض الندوات للذهاب والعمل على الانتخابات البرلمانية. كذلك بدأ يعني الماشيتات تأخذ صبغة كأس العالم، ويعني الكرة المستديرة والساحرة المستديرة تأخذ يعني أغلب الشباب إلى بعض يعني الوصول الوفود أو ما شابه كأس العالم، أخذت كذلك حيزا في صحفنا لهذا اليوم. يمكن كان هناك بعض التنوع علما بأن اليوم أو في الأسبوع الحالي أسبوع سيكون في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإقرار أعتقد قوانين حيوية وجادة من ضمنها هيئة يمكن المواصلات، وأعتقد هذه الهيئة مهمة جدا لأن تكون هذه الهيئة مقرة وفق الأسس وفق الأطر الدستورية وفق ما تراه يعني التناغم بين السلطتين. في هناك توافق على أغلب المواد، وهناك مواد يمكن أعتقد هناك مشكلة وفق المعطيات الحالية. أعتقد عويد بأن اليوم الصحف أخذت يعني أبعاد متنوعة، لكن المانشيت الرئيسي الكل توحد وفق المانشيت الرئيسي الأغلب يتحدث عن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، طيب خلونا مشاهدي الكرام نذهب بجولتنا المعتادة في صحفنا المحلية اليوم الاثنين، ونبدأ بأول جريدة وهي الشاهد ونشوف عناوين الشاهد. عنوان الرئيسي للشاهد: سمو الأمير أول زعيم عربي وصل للمشاركة باحتفالات تسلم السلطة، السيسي مسافة السكة أمن الخليج من أمن مصر، أنا رئيس لكل المصريين ولا إقصاء لأحد، ومصر نقطة التوازن بالشرق الأوسط، لن أسمح بإيجاد قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها. الحكومة 15 شهرا مكافأة نهاية الخدمة، والحد الأدنى الراتب 1500 دينار أرويعي وزعت على 4 شرائح. التشريعية معاشات استثنائية للعسكريين والمتقاعدين الكويتيون حراسا في المدارس، لجنة لبحث ملفات قروض المواطنين. إحالة تجاوزات القرض الروسي وشل وجسر جابر والديزل إلى النيابة، حماية المال العامة أنهت تغريرها. في طلب قدمه نبيل الفضل لمكتب المجلس سكرتارة النواب 5 والراتب 300 دينار. العمير لجنة التحقيق بالحيازات الزراعية اكتشفت 227 مخالفة وقفناها وسنحاسب المتجاوزين. المحفظة المليارية رفعت الأسعار 200% خاصة في العاصمة، والفروانية رهن 130 منزلا يثير أزمة جديدة. الصالح لنقاب التأمينات اضربوا يومين وردوا للتباحث. 58 مليون دينار مكافأة الأعمال الممتازة للمعلمين. إلغاء أجهزة التشويش على الهواتف لخطورتها على صحة الطلبة. أبو شهري تحديث 90% من شبكة المياه بالبلاد. الحساوي كرم لاعبي القادسية بعد موسم حافل بالإنجازات. منصور بكى بعد منح قلادة النيل، والدستورية 30 يونيو ثورة شعب و25 يناير مزقتها جماعة. 56 وفدا شاركوا بحفل تنصيب والعاب نارية وعروض عسكرية لطائرات الجيش. مؤشرات البورصات الخليجية حمراء. هذه عناوين جريدة الشاهد. أخ محمد، عناوين الشاهد أمانة مليئة بالأخبار المهمة، ممكن من ضمنها طبعا حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي وحضور سمو الأمير، موضوع المكافأة في العسكريين والمتقاعدين، لكن هذه بأجلها لصحف أخرى بناقشها، لأن في خبر موجود شاهد ما شفته موجود في أغلب الصحف. العمير لجنة التحقيق مال موضوع المزارع اللي وزعوا مال ثروة النباتية والفواكه والخضروات، اكتشفوا 227 مخالفة. يعني هي تقريبا 400 مزرعة تقريبا وزعوها، تخيل. طبعا تحدثنا احنا من اوائل يمكن البرامج تحدثنا بان هناك وزعت على سياسيين على اعلاميين على 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 نواب سابقين حاليين اقارب، وهذا الهدف هو مشروع كبير جدا. الهدف منه طبعا هو تنمية
الثروة طبعا تتعلق في خضروات والأمن الغذائي. الأمن الغذائي طيب اللي حصل وزعوا أراضي بالتنفيع، شكل لجنة. اليوم العمير أكد أن اللجنة اكتشفت 227 مخالفة، 227 مزرعة وزعت كلها مخالفة للاشتراطات اللي وضعوا. وبالتالي كلام الصحف، كلام الإعلاميين اللي قالوه في الفترة الماضية كان صحيح جدا أخ محمد. من يعني أعتقد أنها كارثة جدا أخ محمد. لو تقول مزرعة مزرعتين ثلاثة عشرة زرقوها ما عندك مشكلة، لكن 227 مزرعة تزرق بهذا الشكل، تعطى يعني هباء منثورة، توزع أراضي الكويت بهذا الشكل للتنفيع. شوف يعني أنا ما أقدر أجزم بأن المخالفة 227 هي 227 مزرعة، قد تكون مزرعة لها مخالفتين أو ثلاث مخالفات، أو شو يقول في الخبر كمخالفة. لكن برجع إلى ما قال أبو عاصم بأن هذه المخالفات لشركات عدة دخلت القرعة رغم أن الشروط لا تنطبق عليها. ووقفنا هذه الحيازات وسنحاسب كل شركة مخالفة. نحاسب شنو؟ وفق القانون راح يحول النيابة العامة نصب احتيال مثلا، أو نحاسبها نحرمها مثلا. لكن إحنا اللي نأتي هو الجهتين، إذا كان طبعا أنت تقدر تخالفه من الجهتين، أنت تخالف مسؤولينك وتخالف قد يكون قدم أوراق مخالفة للشروط فيها تزوير. طيب في مصانع تصير على مشاكل، أنا قاعد أشوفها في برنامجي قبل النشر، يأتينا المصنع متعدي على أرض الدولة، قد يصل التعدي إلى 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 أمتار، قد يكون قبل كبر الحياز اللي أخذاه محمد، يعني يصل إلى شهرين إغلاق المصنع ويرد مرة ثانية مع يعني هو شنو خالف فيه. فهذه القضية خطيرة. إحنا مشكلتنا في كيفية المعاقبة، أنا ما أقول عدمه، لكن أعطى عقاب بحيث أن يكون عقاب رادع للشركات المقبلة. والقضية قضية حياز، إحنا في المصانع اللي تصير في أم الهيمان أو أي مصانع مخالفاتها جسيمة جدا، قد تصل للتعدي على الأراضي. أنا أرى هذه المخالفات التي يعني قاعد تفرض عليها الهيئة العامة للصناعة مثلا أو الجهات المعنية بأن تكون مخالفة مثل إغلاق لمدة أسبوعين مع يعني إزالة هذه المخالفة. أغلقت أسبوعين عشان إزالة المخالفة، يعني أنا بحط مخالفة بس توصلني بس راح أسكر أسبوعين، معروفة هذا الجزئية. وهذا الجانب الخطير، إحنا نتمنى لا تكون بهذه الطريقة. الجانب الآخر، إحنا مشكلتنا إحنا وضعنا قانون لأن يكون هناك تأمين أو الأمن الغذائي، على ضوءه وزعت شركات، واللي الناس سووا شركات بسبب أنه يأخذ له 50,000 متر مربع، وهذا اللي قاعد يصير حاليا. الإيقاف شيء إيجابي بأن تصلح الخطأ، لكن إحنا مشكلتنا لا نتمنى أن يقف ليكون هناك خطأ مقبل ويكون أوسع من هذا الخطأ. اليوم 227 حالة مخالفة اللي تكلم عنها يعني علي العمير، أعتقد تحتاج إلى تفصيل وأسماء. إحنا مو مشكلتنا، إحنا مشكلتنا أن تصل إلى التصحيح الخطأ ووضع يعني القطار على السكة، لكن إحنا لا نريد أن تكون هذه عبارة عن إعلام فقط وبعدين ننتهي كله ونرجع على كما في السابق. إحنا اللي ما نتمناه هالشكل. فبالتالي أعتقد اليوم أبو عاصم على أول الطريق، نتمنى من أبو عاصم أن يكمل. اليوم كان جرائدنا كثيرة، حاول شوي نستعجل، ولحد والآن ما شاء الله بدت يعني الرسائل على يمكن متابعة، يبون الشغل متقاعدين، يبون زيادات المتقاعدين، لحق على بسرعة خلصنا معود، دخلنا نبي تفاصيل المتقاعدين العسكريين والمدنيين شنو لهم. طيب تابعونا وراح نكمل، لكن راح نخلي العسكريين المتقاعدين آخر شيء، لا نحمسهم زيادة على اللزوم. لا راح نقول بس خلص نقول لكم. طيب نشوف القبس. الأمير والسيسي بحث المستجدات الإقليمية، سموه شارك في تنصيب الرئيس المصري. موظفو التأمينات نفذوا إضرابهم الشامل، والنصف الإسكانية قررت قانونا جديدا متكامل الإسكان. سجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ للصواق والطاحوس الداهوم، أي أثر على مستقبلهم السياسي؟ والأجواء السياسية تخسر البورصة 330 مليونا. قاطنون الجهراء، هل انتهت قضايا لتقر منع المايوهات؟ فصول الشبرات تخرج أجيال الإحباط.
هذه كذلك عناوين جريدة القبس. خل نروح إلى جريدة الجريدة. جريدة تقريبا القبس مشابه البعض يعني. مصر تدخل عهد السيسي، الأمير يحضر مراسم التسلم والتسليم، ويجري مباحثات ثنائية مع المشير، يوم احتفال رسمي وشعبي طويل، والرئيس يتعهد بقطف ثمار الثورتين. تنمية الموارد تنجز الأحد، مكافأة نهاية الخدمة أروعي بكلفة 200 مليون دينار سنويا وتوازي 15 شهرا، والإسكانية قررت قانون الإسكان الجديد والنص يصفه بالمتكامل، التشريعية توافق على الاستعانة بمتقاعدين حراس أمن في المدارس. إحالة 51 شركة وهمية للنيابة، التمييز تحبس الطاحوس والصواغ والداهوم 20 شهرا. هذه عناوين جريدة الجريدة. طبعا اليوم يمكن صدر حكم التمييز بالنسبة للنواب السابقين خالد الطاحوس فلاح الصواق والداهوم مع وقف التنفيذ، يعني 20 شهر سجن مع وقف التنفيذ 2000. لكن من خلال يعني استقرائي ومن خلال يعني بعض الخبراء الدستوريين أكدوا بأن هذا الحكم لا يمنع هؤلاء النواب من الترشح لمجلس الأمة. هذا يعني لحد الآن، يمكن لحد الآن الخبيرين تحدثوا عن هذا الأمر. ما أدري لك تعليق أخ محمد على الحكم اللي صدر اليوم، حكم التمييز بتأييد أو برفض حكم الاستئناف بالبراءة. أي أعتقد اليوم يعني يمكن قد تكون صدمة للبعض، لأن اليوم يمكن كان عكس الاستئناف بالأخير، هو كان حكم حول قضايا تتحدث عن ما يقال على المنابر. أعتقد أنه منحنى لأن كل واحد يكون على منبر أن يثمن، أن يحاول قدر المستطاع أن لا يتحدث ببعض الكلمات جزافاً. وفق الأطر اليوم 20 شهرا، أعتقد بأن مع وقف التنفيذ تحتاج إلى، وفعلا هو لم يتوسع في الحكم وكان منصف الحكم للأطراف كل المودين، فأعتقد أنه يحتاج منا يعني الكل من يعتلي المنابر أن يكون وفق الكلمات وأن لا تكون هناك مهاجمة للغير. طيب نذهب إلى الصباح ونشوف عناوين الصباح. السيسي تسلم السلطة ودول الخليج تجدد دعمها له. سمو الأمير وملك البحرين وولي عهد السعودية وأبوظبي وممثل قابوس حضروا الاحتفال، وقطر هنأت المشير. قادة التعاون سنواصل مساندتنا لجهود انعاش الاقتصاد المصري وإعادته لمساره الصحيح. للمرة الأولى رئيس مصري سابق يسلم السلطة لرئيس جديد في احتفال كبير بمشاركة قادة عرب ووفود دولية. والسيسي نختلف من أجل الوطن وليس على الوطن، وسنعمل تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا. الأمير بحث مع السيسي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية. عنوان آخر في تصور انتهت إليه لجنة تنمية الموارد البشرية وتحسمه مع قضايا أخرى الأحد المقبل. 18 شهرا مكافأة نهاية الخدمة الموظفي الدولة، إحالة المتورطين في تجاوزات جسر الصبية وتهريب الديزل للنيابة العامة. الصانع استقطاع 2.5% من الراتب للموظفين الجدد و5% تدفعها خزينة العام للدولة المشمولين بالتأمين. ستكون هناك مصدرة وعدالة واحدة وفق الضوابط والمعايير، ولن يتم التعرض للمراكز القانونية لمستحقي المكافأة. تقرير اقتصادي زيارة المبارك للصين تعزيز لمسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين. الكويت تطلق من سويسرا إشارة البدء لتطوير قانون التجنيد. وفد عسكري زارها ضمن جولة أوروبية للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال السلاحي. هدفنا مواكبة ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث مختلفة تستوجب الاستعداد لكل الاحتمالات والأخطار. الوتيد لابد من الالتزام بتعليمات التربية أثناء اختبارات الثانوية العامة. هذه عناوين جريدة الصباح. أخ محمد، وفد من هيئة القضاء العسكري ذهب إلى سويسرا موضوع التجنيد. بالأمس الإمارات يعني سنت قانون التجنيد الإلزامي للرجال والاختيار للنساء. قبلها قطر، الكويت كان لدينا قانون لكن للأسف 2001 تم الإيقاف بحجة الدراسة، والدراسة يبدو أنها طولت. ما أدري عاد اللي قاعد يدرس مستمر لحد الآن ولا صار له يعني ما أدري اكتفى بال13 سنة اللي قاعد يدرس فيها أو لا زال لحد الآن. الغريب في الأمر أخ محمد، دائما نوقف مشاريع أو قوانين عندنا مزيد من الدراسة، والدراسة تستمر لسنوات ما لا نهاية. إلى متى هذا الأمر؟ لا أعتقد أنها خلصت الدراسة، ودليل ذلك أن الكويت تطلق من سويسرا إشارة البدء لتطوير قانون التجنيد. يعني بيستفيدون من سويسرا؟ إيه لا أنا أعتقد، ما أدري سويسرا عندها تجنيد يعني مثلا؟
لا لا هو في انا اخ محمد اطلعت يعني عفوا طيب. على تجنيد في اسرائيل يعني تفاجأت. طبعا احنا نستفيد ايا كان يعني الحكمة ظلت المؤمن حتى لو كان يعني من اعدائنا نستفيد من قانون التجنيد عندهم. اخ محمد يعني في الكويت تذكر في السابق كان اللي عنده اللي يدرس اللي عنده عذر طبي اللي وحيد امه وابوه مثلا هذا يعفو من التجنيد. لا هناك ما عندهم سالفة هذه. عندك عذر طبي يلا اخدم في الصحة اخدم في التربية اخدم في الامور الاجتماعية مثلا اذا انت منت قادر على الامور العسكرية يعني في جوانب الكل واحد في لبنان كذلك اي في يعني في خدمات اجتماعية تقدمها نعم. وفي خدمات عسكرية اذا انت فعلا صحيا قادر عسكريا غير قادر عندك والله دراسة عندك لا في تخدم في المستشفيات تخدم في المدارس تخدم في المجتمع تقدم امور خدمات. بالتالي قانون يعني غريب جدا وراقي جدا احنا ممكن نستفيد منها. لكن سويسرا الله العالم ما ادري هل عندهم تجنيد ما ادري يعني سويسرا المعروف عنها دولة ما لها علاقة هي الوحيدة اللي غير منضمة الى منظمة الامم المتحدة وما لها علاقة سياستها الخارجية لا اسمع لا ارى تكلم ما تدخل باي شأن خارجي. بس الخبر يقول لها نظام تجنيد يبدو واضح انا طيب شيء طبيعي دولة لابد يكون لها جيش يعني نفسه. يعني اليوم عبد الوهاب السلاحي يمكن راح لسويسرا والتقى وفد عسكري لسويسرا ضمن جولة رسمية تشمل عدد من الدول الأوروبية للاطلاع على نظم التجنيد المعمول بها والاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن. ويمكن القصد إنه زار سويسرا لكن زي يزور الدول الأوروبية كذا دولة أوروبية إيه نعم. اللي على ضوء راح يكون يجمع قانون متطور عندهم هناك نظام مثلا يأخذ جميع القوانين ويطلع منها قانون يكون متكامل شامل. مثلا كل قانون يمكن فيه قصور صحيح. واللي على ضوء راح يقدم كورقة عمل نعم. على ضوء تقدم وزارة الدفاع للجان لجنة الداخلية والدفاع واللي على ضوء تقدم. إحنا مو مشكلتنا الجولة مشكلتنا في عمل في هذا الموضوع نبي ننتهي يبدون المشكله نعم. ما حد بدا في نعم. السنوات اللي فاتت من 2001 لليوم هذا يعني تاخر جدا 13 سنه ما حد بدا اليوم بدا هذا شيء طيب نعم. يعني على 2016 ما يعني ما في مشكله ان يكون 2016 هو بدايه ما متأملين خير بوزير الدفاع الشيخ خالد الجراح اكيد ان هذا يعني وذكر يعني صرح ان هذا من ضمن اهتماماته موضوع التجنيد وما يمنع ان يكون الشخص اللي ما يدفع اللي ما يقدر في بعض الدول ابو محمد اعتقد مصر او يعني ما ادري احد الدول العربيه كان يدفع فيها مقابل مالي يعني يكون الشخص اذا كان الاحفاد دول الجمهوريات هذه سابقا كان يدفع مقابل اذا ما اخذوا التجنيد تجنيد هناك عندهم قاعد 3 سنوات يخدم في الجيش لا انا قاعد اقول لك دفع مقابل مالي بحيث انه لها اسباب مو كل واحد يدفع مالي لا انت اخ محمد لو طبقنا القانون اللي الان موجود في دول اوروبيه وذكرنا في اسرائيل موجود حتى المعاق ممكن انك يخدم لكن تسمى خدمة وطنية وليس خدمة عسكرية. خدمة وطنية تشمل مو بس تشمل الأمور العسكرية، أمور اجتماعية، أمور تعليمية، أمور صحية، أمور في تطوير المجتمع. ما راح يكون عنده ضرب. ما راح يكون عنده ضرب. إذا كان هذا موجود القانون تقصد. إيه. يفترض أن يكون قانون راقي جدا بهذا الشكل. إحنا خلاص ليش تفكيرنا بس عسكري؟ لا العسكري عسكري وفي جوانب أخرى اللي والله مو قادر. يعني أنا أعتقد قانون الخدمة الوطنية الموجود في بعض الدول الأوروبية وذكرنا مثال في إسرائيل أعتقد يصلح للكل. سواء الإنسان القادر صحيا أو الغير قادر أو إخواننا المعاقين الكل قادر على أن يقدم لأن الخدمة مو يعني متوقف فقط على الأمور العسكرية متوقف على جميع المجالات في مناحي الدولة. طيب خروح الأنباء تنصيب رجل مصر القوي رئيسا وهني طبعا معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الأطفال ما راح نتكلم ربعنا العسكريين والمتقاعدين من اليوم قاعدين يراسلون يقول عجل علينا نبي الأخبار اللي تتعلق في المتقاعد. طيب الخبر يقول لك وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اقتراح بقانون يقضي بصرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الأطفال الأطفاء لحالات محددة. وطبعا نص كما تقول يعني الخبر يعني ما يمكن لا ما في التفاصيل الموجودة بس هنا في تفاصيل أعتقد عن اللجنة لا لا لا, لا راح أكملها لكن هنا موجود على موضوع الخلم العسكري هنا دش على موضوع المدنيين ذكر أن اللجنة اتفقت أن يكون لحد طبعا اجتماعهم توصلت إلى نتائج على المتقاعدين المدنيين أن يتم إقرار ما يقل عن من 15 إلى 18 شهرا لمكافأة نهاية الخدمة المؤمن عليهم في كل القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة. هذا بالنسبة للعسكري. أنا شايفها في تفاصيل أكثر عفوا ماذا يجري إذا جابت تفاصيل أكثر أعتقد يمكن الرأي نعم نعم الرأي أخي محمد مو الأنباء الرأي
خبرها يقول أقرت اللجنة بقالبية أعضاء الحضور صرف معاشات استثنائية للعسكريين ممن تقاعدوا ما بين 91 و2002 هذولا راح يشملهم صرف 300 دينار لمن خدم 25 سنة فما فوق و250 دينار أقل من 25 سنة، يعني 25 سنة وفوق راح يشملهم 300 دينار نهاية الخدمة، وتحت ال 25 سنة راح يكون 250 دينار. هذا اللي وافقت عليه اللجنة للعسكريين، شرطة، جيش، حرس، أطفاء، هذول كلهم راح، هذا مقترح طبعا اللجنة التشريعية لإخواننا العسكريين. إذن العسكريين اللي تقاعدوا من سنة 91 إلى 2002 كما يقول الخبر اللي اليوم أقرت اللجنة التشريعية راح يكون لهم مكافأة نهاية خدمة. هذا بالنسبة للعسكريين. ما أدري طبعا شنو السبب 91 ل 2002 إيش معنى هذه الفترة، قد يكون هذه الفترة ما حاشوا فيه، ما أدري شنو تعليقك أخ محمد على هذا. لا أنا أعتقد الخبر ما زال غامض، يعني اللجنة المفروض تفند أول شيء 300 دينار لمن خدم 25، زين ماذا عن ضباط الصف والأفراد؟ يعني لازم تفرق. لا هذا عن الأفراد، مو عن الضباط هذه المسألة. إيه؟ لمن المتقاعد، لا العسكريين معطينهم الضباط خاصين، هم يتكلمون الآن على موضوع الأفراد في الموضوع هذا. بس 91-2002 فقط، يعني ليش حددوا الفترة هذه لا أعلم أنا أمانة، يمكن إخوان العسكريين أدرى في هذا الجانب. أنا أعتقد أن القانون هذا مر علينا كاقتراح، يعني لم يكن فيه جديد، يعني هو تم تدارسه في اللجنة الداخلية والدفاع. بالتالي أعتقد في كلا الحالتين يعني هي الدراسة لا تكون دراسة عشوائية، وأنا أعتقد بأن المبلغ حتى إجمالي ما ذكر المبلغ الإجمالي، فسيحال القانون إلى اللجنة المالية بس لأن يكون في اللجنة المالية لسبب عدم وجود مبلغ الإفصاح عن المبلغ الإجمالي لهذا الموضوع اللي على ضوء تقرر الحكومة سواء الموافقة أو عدم الموافقة. فأعتقد لن يقف عند اللجنة التشريعية، ما راح يرتفع لأني يذهب إلى يعني مكتب المجلس، لابد أن يرجع إلى اللجنة المالية لكي يكون هناك دراسة يسمونه المبلغ الإجمالي اللي هو قد يكون أخي محمد متعلق في القانون اللي قرر المجلس الماضي ورفضت الحكومة موضوع زيادات العسكريين، تذكرها؟ هو في كل الحالتين إيه؟ هم في أي قانون تشريعي لأي صرف مبالغ أي علاوات حتى علاوة الأولى أي علاوة لابد أن يمر على اللجنة المالية لسبب يسمونه المبلغ الإجمالي للتكلفة المالية لهذا الموضوع. نعم. السنوية كم تكلفته في السنة؟ كم عدد الأفراد؟ قد يكونون 10 الباقين على قيد الحياة مثلا، قد يكونون آلاف مؤلفة، فيكون للرقم وفق حجة الحكومة. الحكومة دائما تبالغ وترفع النسب، يعني ترفع المبالغ. نعم. تصل إلى أن تعطيك النسبة القوية لخمس سنوات حتى تكون فيه مبلغ رجوعين. لكن في كل الحالتين أعتقد بأن ما زال في خطوات الأولى، هذا مو ترى مو نهائي، حتى ترى ماشيتات الصحف راح تتكلم عن الموضوع هذا، لكن ترى مو نهائي لا شك، هو راح يذهب الى اللجنة المالية، واللي على ضوء اللجنة المالية تجعله في دورة يعني دورة لا مو قد يؤجل الى دورة. لا زال يعني الامر بالنسبة لي انا ما انت مبهم ايش معنى الفترة هذه، ليش مثلا مو يكون جميع اللي تقاعدوا الان السنة الماضية الايام الحالية قاعد يتقاعدون، ليش مثلا ما يشملهم؟ انا لا اعلم امانة، يبدو يمكن اللجنة المالية عندهم او احد العسكريين يكون عنده تداخل ويانا على الاقل يبين لنا الموضوع. الموضوع هذا راح نقرا كذا مره، ما راح نكتفي اليوم، اللجنه التشريعيه خلصت منه، لكن بكره اللجنه الماليه راح تتكلم عنه وراح يجتمعون وراح تتكلم. يعني واحد من الاخوان الان قاعد يدز من الان قاعد العسكري يقول لك يمكن هذا زياده الفتره هذه اللي ما حشتهم زيادات، يمكن هذا احنا كنا نتكلم فيه قد تكون، لكن هني الحكومة 91 ل 2002 زين الحكومة عندما أقرت القانون ما هي أهملت هذا الموضوع وفق حجة معين؟ هني السؤال، لماذا بالتالي النواب قاعد يدفعون باتجاهها؟ وأعتقد بأن أعتقد بأنها سيذهب اللجنة المالية، وهو التكلفة المالية لهذا الموضوع. الحكومة يعني مثل ما صار في علاوة الأولاد. طيب ليش المجلس الماضي الحكومة رفضت هذا القانون اليوم ردوه؟ يعني هذا كان مرفوض ترى. نعم نعم، يعني كان قر هذا في القانون ورفض. أنا قلت لك مو أول مرة. نعم. لكن راح يذهب مرة أخرى للجنة المالية. راح ترفض الحكومة ثاني مرة؟ إذا كان ولا التكلفة المالية، إحنا إيش قلنا لك في علاوة الأولاد؟ علاوة الأولاد كانت 50، كسروها صاروا 35. 15 لا ما صاروا. إي لا يعني. 15 رافضين بعد. لا هم رفضوا خلاص المبدأ. تعالوا إحنا راح نسوي لكم يسمونه يعني مال الرواتب اللي هو الرواتب الاستراتيجية. سلم الرواتب الاستراتيجي. اللي على ضوء خلاص راح نعفي الموضوع هذا كله، فحط لهم حجه هني. وشنو حجتهم؟ راح تكون التكلفه الماليه اللي وصلت بانه يكون الزياده 300 دينار، واعتقد انها رقم يعني بالحكومه راح تتحجج في الاعداد. زين نروح للمدنيين. اقروا والله يستاهلون المدنيين.
استانست انت حسالف هذا؟ لا والله استانست. خبري في الرحك الحين. لا والله اقول استانست. العسكريين نوعا ما تفاعل كثير وياهم، ما تفاعل. ما له علاقه تفاعل. انت مزعلهم العسكريين القاعدين بالذات يعني. والله دعاوي المسلمين الله يخليك. عليك ترى فتره. طيب لا لا انا شكاوي كثير وصلتني ضدك. لا لا ان شاء الله. طيب لا يكون عايد ارتيت بس. واجد وهذا واحد من فئاتهم يعني اللي زعلان عليك. طيب قرروا اليوم 18 من 15 الى 18 نهايه الخدمه راتب. الشيء الغريب ان الحكومه مشاركه، وزير الماليه مشارك اليوم، فيبدو توافق حكومه البرلمان لاول مره. شوف احنا مشكلتنا في المدنيه شغله واحده بان الرواتب اقل من العسكريين ويكون عندهم شهايد اكثر من العسكريين. مهما كان هذا قاعد يخدم في مجاله وهذا قاعد يخدم في مجاله. ما اعتقد ان هنالك شخص نهمش دوره على جانب الاخر، الكل متكامل في هذه الجزئيه. احنا تعبنا، ويعني ابو محمد انت تعلم بان المدني يعمل 35 سنه. فترة أطول أطول نعم صحيح. يعني تقاعد عمره 55 لك 5 سنين والقبر تستانس في الحياة بس. هذا أمداك أساسا. هذا اللي حاطه صراحة، والله صراحة نحيس. لا اللي حاط القانون هذا حق المدنيين. شوف حاسب لنا حسبة ولا شنو يعني؟ لا لا شوف أعتقد محمد بأن القضية قضية بعدين راح يبينون أن عندنا مشكلة في التوظيف بهذا الأسباب. طال الآن زيادة. إيه لأن القانون ما راح يبين في بدايته. نعم في بدايته بأن ظاهر الرحمة. أنا ذكرته وقريناها في أحد كثير من الصحف اليوم أن ديوان الخدمة المدنية درس هذه المسألة وجد أن الآن مشكلة قاعد نعاني منها بالكويت أن فترة التقاعد طويلة جدا وطلبات التوظيف سنويا قاعد تزداد، الجيال ما شاء الله زيادات، وبالتالي ما عندي وظائف، لأن كل لو زاد عندي التقاعد راح تكون عندي أماكن شاغرة راح أوظف فيها. ديوان الخدمة رفع مذكرة، كان باجتماع اعتقد الوزير السابق مو الوزير الحالي المالية رفضوا، قال لا ما نبي نعدل في القانون، قالوا يا جماعة ترى لمصلحتنا يجب نعدل قانون تأمينات قانون التقاعد الطويل هذا للمدنيين لأن عندنا مشكلة راح نقابلها وهي البطالة راح تزداد، قال لا يبا فكونا، فهم يدركون حجم، لكن أتوقع بعد 5 سنوات راح يشوفون المشكلة كبرت كبيرة وما راح يقدرون يسيطرون عليها راح يرجعون، كان يفترض أنهم يبدون فيها من الآن. هم في البديل الاستراتيجي راح يبدون فيها. للسلم بيعدلون لكن الان لا راح يتم على 35 سنه. اذا في قانون راح يكون على الموظفين الجدد، وهذه الكارثه الجديده بانك من كثر التوظيف او من كثر القوانين ما تعرف انت تنتمي الى اي فئه. وهذا الجانب الخطير. احنا نتكلم عن الزياده يا جماعه الخير، الزياده بالنسبه للمدني، المدني ما عنده ذاك الزياده القويه وبالتالي ما عنده نهايه الخدمه. ايجاد نهايه الخدمه هذا شيء طيب. احنا مع احترام للاخوه العسكريين، مع احترام للاخوه الافاضل، يعني مثلا الجيش عندهم مستشفى عسكري تامين صحي مثلا، الاخوه الافاضل يعني في الاطفاء والاداره العامه للاطفاء عندهم تامين صحي. احنا الكل نرى جانب معين جدا وهي الجانب الاساسي هو ايجاد متنفس للمدني لئلا يكون انه مهمش. واحد عسكري يرد عليك متقاعد يقول مدني مرتاحين، ها يقول مدني مرتاحين، بعد ايش تبي يعني؟ خلاص روح مدني. زين عليك 35 سنه بعد يقول لا لا هو مدني بالنسبه له لو ما يرى بانه هو يعني تقاعد والدليل على ذلك انه تقاعد 25 سنه استمر روح انت عسكري مرتاح. 20 سنه بعد تقاعد العسكري. لا لا انا قاعد اقول لك انا اليوم موظف وياه، اليوم هو تقاعد، اليوم انا توظفت مع واحد بكره راح يتقاعد، انا باقي لي 15 سنه عشان اتقاعد. والله كلمه جد. لا جد يعني هو اليوم تقاعد وراح وعمره تقريبا 45 او نقول 43 سنه. 33 سنه. ابين لك انا ابين لك يعني اقول لك عمر الشخص هذا ف 43 العسكري يدش ممكن 18 سنه تقريبا يدش عسكريه 43 سنه يعني 38 سنه يتقاعد يعني قدامه تقريبا محمد 27 سنه يستانس فيها نقول 60 ف 27 سنه يروح يتزوج ويستانس عاد على وضعه وفق عمره. وين تزوج بعد ما تقاعد تزوج؟ ما فيها شيء يعني جدد شباب لكني 55 وين جدد شبابه؟ هو 5 سنوات ما ادري ايش يسوي فيها، يجمع باقي فليساته يفتح له محل يروح يقعد بالمسجد يصلي ويدعي ربه على عياله وخلاص على الذنوب. لكن بالتالي اعتقد ما في انصاف، في شتان بين المدني وبين هذا. انا اعتقد انه جانب هو فقط. عموما يعني الشيء بالشيء يذكر، اللي يعطى العسكري يستاهلون اكثر والمدني كذلك لسبب واحد، يعني 5 قياديين في النفط تقاعدوا اعطوهم 10 مليون دينار كويتي، فلا نستانس يا كمدنيين ولا نستانس كعسكريين، ترى يعطونا ولا شيء تناتيب. 5 من القياديين في النفط 10 مليون دينار كويتي نهايه خدمه. والله شنو سووا؟ الله العالم شنو طلع لهم؟ شنو الهدف؟ اكتشفوا البترول. احد العسكريين يقول خلوا المدنيين يعطونهم نهايه الخدمه يصرفون لهم كفن.
كفن مره واحده والله جزاك الله خير. لا مجانا الكفن على الدوله جزاه الله خير. يقول يصرفوا لهم لا مجانا الدوله قاعد يصرفون قصره في الجامعه مجانا يصرفون من المهدي الى اللحد والدوله قاعد بدل ما تاخذ من مغيسل الله يديمها من نعمه علينا لا يعني. بدل ما تاخذ من مغيسل يقول يعطيك ايام شهاده فهذا العسكري يشوف وين وصله شو التشاؤم هذا بدل يكافئونك يعني الحين لا هو يقول هذا يعني مدني ففعلا يعني اذكر يعني واحد من السبعينات وكيل اوف من سنه 1970 وكيل ما زال موجود ما ادري يعني هو الامل الى متى؟ هو يمكن السلم الاستراتيجي انا وجهه نظري ما طلعت عليه لكن اشوف انه عادل لسبب واحد لان شفنا مثلا المهندس مثلا يعمل في وزاره سين من الوزارات تلقى راتبه مثلا قول 1000 دينار مهندس يعمل بالنفط تلقى 4-5 اضعاف طيب مع ان هذا عدد الساعات اللي يعمل فيها نفس عدد هذه الساعات لكن هذا في وزاره موظف مثلا محاسبه يعمل كذلك في وزاره اخرى ممكن ياخذ 1000 تروح وزارة المالية عندهم كادر خاص فيهم تلقى دبل الدبلات ليش؟ نفس العمل نفس الساعات فموضوع الكوادر اللي كل وزارة وكل جهة خاص فيها هذا للأسف يعني خلى فيه فروقات كبيرة ولذلك وهذا الضربات اللي صارت ولذلك شوف الواسطات يعني النفط ما تدخلها إلا بواسطة ذبحة وزارة المالية ما تدخلها إلا بواسطة ذبحة غير وزارات كثيرة معروف في جهات معينة واسطة الواسطة مو اي واحد الا ولدنا ومنا وفينا وشلتنا وحزبنا وتيارنا يلا يدش لان فيها علاوات بشكل السلم الاستراتيجي اذا وحد هذا الرواتب على حسب الشهاده والخدمه والساعات اللي يؤديها الموظف بغض النظر باي جهه اعتقد راح يكون في عداله كبيره جدا وكذلك نهايه الخدمه سواء عسكري ولا مدني يعني مع احترامنا الشديد يعني اخواننا بالنط يستاهلون لكن هم كذلك الشعب الكويتي مدنيين ومعسكرين كذلك يستاهلون مو بس يعني اللي يعمل بالنفط تعطوا النفط يعني كل الشعب الكويتي وده يشتغل بالنفط لكن محصوره لاسماء معينه ولفئات معينه معروف هذا الامر ما حد يقدر يخترقهم ما حد لو انك اعلى شهاده شوف النسب اللي لو في شبابيه شوف النسب اللي قاعد يحطونها اللي يقبلونهم للعمل في النفط تلقى بنسبه 99% علمي برا وواحد نسبه مثلا 70% يقبلون ليش هذا ولدهم لا شرط مقابل عندهم اي وابو 99 مو ولدهم معروف هذا الامر وبالتالي طالما المسألة فيها وسط لا يا جماعة وحدوا الأمور وعطوا ترى الناس تستحق هذا الأمر لا تظلمون الآخرين. طيب خلينا نكمل بقية صحفنا خلينا نشوف النهار ونكمل بقية العناوين. السيسي سنبقى مقرا للإسلام الوسطي سمو الأمير وسلمان بن عبد العزيز ومحمد بن زايد تقدموا المشاركين في حفل تنصيب لا خلاف على الوطن ومصر المستقبل ستكون دولة قوية ديمقراطية عادلة. سمو الأمير بحث مع السيسي تعزيز مسيرة التعاون الثنائي. شراء الأصوات بدأ في الثالثة المهندس هشام يحذر من تأجيج الشارع وإثارته البغلي سنشكل لجنة للفضح الظاهرة كيف يحارب الفساد من يشتري الأصوات نهاية الخدمة من 15 إلى 18 شهرا هذه عناوين جريدة النهار أنا أكمل بس الرأي يمكن قرأنا على السريع المستشار العجيل يقاضي صاحب الدستور أهان رجال القضاء ومس بكرامتهم ووجه عبارات السب والشتم يعني حساب الدستور متهم قضاء اتهامات يعني للأسف الشديد القضاء في كل دولة في العالم يعتبر حصن حصين لماذا حصن حصين ما حد يمسه ولا حد يجي له حتى وإن كان الكل يجي لا يتكلم عليه لأن إذا فقدنا الثقة في القضاء فقدنا الثقة في الأمن والعدالة وبالتالي الكل سيتأثر من هذا الجانب هناك خطوط حمراء يجب أن يتجاوزها الإنسان العاقل يجب أن يعرف هذه الخطوط الحمراء الخطوط الحمراء لا يعني انه يعني والله هذه محظورات لاجل فلان ولا لا لاجل مصلحه المجتمع لاجل انا وابنائي واهلي واخواني وجيراني يجب ان نتعدى هذه الخطوط الحمراء من ضمنها القضاء من ضمنها رجال الامن رجال الامن مو معناته اني اقلل واعتدي على رجال الامن لا اذا اعتدي على رجال الامن بكره راح يعتدون على رجال الامن ويعتدون علي انا وعلى اولادي وعلى حريتي وبالتالي رجال الامن رجال القضاء النظام وسمو الامير هذه خطوط حمراء يجب ان نتعدى عليها ما يجوز نتعدى في كل دول العالم ما يصير هذا الامر لان وجود هذه الاركان قويه حصينه ستكون حمايه لكل المجتمع وبالتالي شوف الان بدانا سابقا بدا الهجوم على رجال الامن بدا بعدين وصلنا الى التطاول على سمو الامير حفظ الله الان الضرب على القضاء ايش بقى اذا استمرنا بهذا الامر شنو يبقى من اركان الدوله شنو يبقى من أركان الدولة؟ هذه أمور يفترض أن نحافظ عليها حتى وإن كان هناك المثال بالكثيرة يفترض لا نتكلم فيها بهذا الشكل ويطلع لي واحد بحساب يعني وهمي ويطلع لي بفلان وعلان وهذا ماخذ لي كذا وهذا مسوي كذا وهذا عمل كذا شو الهدف منه؟
بعدين تكلمت طيب شو راح يصير؟ ما راح يصير شيء، لكن بالنهاية راح يصير تشكيك وعدم ثقة وفقدان أمن وفقدان مصداقية، وهذا للأسف سيؤثر على المجتمع كله. قد يكون هذا قالها بجهالة قلة عقل، لكن للأسف الشديد سيتأثر من المجتمع. أخ محمد أمر خطر جدا أمانة، وصل يعني الأمر وصل سمو الأمير، وصل رجال الأمن، اليوم يوصل للقضاء والتشكيك والطعن في القضاء، وهذا أمر خطير جدا أخ محمد، ومن حسابات وهمية لا نعلم من وراءها. فعلا هو أمر خطير جدا، يعني اليوم قاعد نقرأ في الرأي، وبالتالي أعتقد اليوم يعني يمكن الخبر مكتوب في جريدة الرأي، فتحت قضية صاحب حساب الدستور أمس على قضية جديدة حيث تقدم المستشار أحمد العجيل، وهذا يمكن الخبر بدايته كان يتحدث عن صاحب حساب تويتر. بالتالي أعتقد اليوم حنا لابد أن يكون لدينا القدرة للانتهاء من هذا الموضوع، ويعني جبل علينا مجتمعنا الاحترام، ويعني إحدى السلطات الأساسية هي السلطة القضائية الذي يجب على الكل احترامها وفق المبادئ وفق الأخلاق الحميدة. نعم. طيب عنوان آخر في الرأي، الجراح معاملات الجوازات في 24 ساعة وتأشيرات الخدم وتجديد إقامتهم في دقائق، يعني وكيل جديد مادة الجراح داش بقوة، الجواز يقول خلال 24 ساعة تسلمه في اليابان، خمس دقائق تحطه بمكينة سحب تطلع باليابان، في اليابان المكينة، مكينة سحب تحطها دقيقتين كانك تسحب بطاقة بنك. احنا زين وصلنا مرحلة 24 ساعة ممتاز. بالعكس انا اعتقد هذا كنا عليه في السابق، يعني مو شيء جديد في اليابان. مو جديد؟ لا مو جديد. والإقامة والخدم وكذي؟ لا ليش مصرح فيها اذا مو جديد؟ لا انا اقول لك قبل صارت عندنا مشكلة في الخامة حقت الجوازات، كانت تأتي من فرنسا او ما شابه ذلك، وهو اللي طول. نعم. وصار 40 يوم. طيب. يعني ما عاد ليش 40 يوم، لكن في السابق كان تدخل جوازك اليوم. على فكرة في دول خليجية او دول قريبة جدا، اعتقد الامارات يعني الصبح تستلم نهاية الدوام. يعني اعتقد والله ما اذكر هو يا الامارات يا البحرين، يعني انا قرأت الخبر في هذه الجزئية بان الخامات الموجودة متوفرة، وهي موجودة ابو محمد، يعني احنا ليش قاعد نتكلم؟ التكنولوجيا قاعد توجد لنا ايجاد بان هذا الجانب هي العمل الروتيني الطويل وما شابه ذلك، لا خلاص احنا نربط بالبصمة في الآلة اللي قاعد في اليابان، بان البصمة بس تدخل البصمة تأكد انك انت الشخص المعني، ما عليك قيادات أمنية وما شابه ذلك. اليوم أعتقد بأن مازل جراح وفق أنه الوكيل الجديد لشؤون الجنسية والجوازات، أعتقد بأن الخامة كانت عنده متوفرة. اليوم إحنا مقبلين على صيف، صحيح. مقبلين على سفرات، أعتقد نتمنى 24 ساعة هذا شيء إيجابي، وكان من المفروض نصل ما وصل الدول المجاورة أنك تستلم الصبح، تقدم معاوتك الصبح، نهاية الدوام تستلم جوازك خامة جاهزة، شنو اللي فيها؟ عبارة عن صورة وبيانات موجودة مخزنة. نعم صحيح. لكن هي مشكلتها في الخامة. ترى كان في السابق مشكلته كان في الجوازات، في هو عموما ترى الطباعة لا تستغرق خمس دقائق في الجنسية والجوازات، لكن يبدو أن يعني الروتين الموجود هو اللي يطولها، ولا كطباعة لن تتجاوز الخمس دقائق الطباعة، وبالتالي هذا مجربة يعني وليس حديث من عندي. يعني الوطن إضربان في التأمينات ومطبعة الحكومة، والسيسي رئيسا لمصر، يمكن هذه هي فقط يعني عناوين الوطن الموجودة، ما في شيء ثاني. يعني شوف عالم اليوم تأكد من أخبارها، عشان بعد عالم اليوم قطنا على صخر مثل الوطن. الأغلبية اللي تسمع السلطة صوت الشعب، الكتلة قررت بجماعة البيت دعوة حجز للحضور في ساحة الإرادة. القلاف لماذا تطاول على من يريد أن يحارب المفسدين؟ التمييز الحبس سنة وثمانية أشهر بدلا من البراءة للصواق والطاحوس والداهوم، وإضراب شامل للنقابات العمالية أمام مجمع الوزارات الأحد المقبل، الكل يطالب بزيادات. أخ محمد إي ما هي أنت فتحت الباب، يعني أنت الآن صارت كل مؤسسة تحط لها يعني علاوات وتحط لها من كيف، حتى أذكر لي إحدى الوزارات محمد هي كانت تحط لها مسويها سلم نفسها، هيكل من نفسها على مدى 11 سنة، غير شيء طلع المدير مو مدير، طلع موظف عادي، كله طلع خرطي بخرطي. لا اقول لك يعني هم بعد مو منطقي انك تسوي لك هيكل تنظيمه. فوضى فوضى. اذا الوكالة يتم تعيينها بالواسطات، وبالتالي كل وكيل يجي يحط ربعه ويحط له هيكل من عنده، وكل الهياكل غير يعني مقبوله. طيب الكويتيه، الامير يهنئ السيسي بتنصيب رئيسا لمصر، والكندري يحقق في الاستيلاء على اراضي بميناء عبد الله، قانون جديد للاسكان اليوم. هذه الابرز في موضوع جريده الكويتيه. طيب نشوف عندنا موضوع القبس وتحقيق، شوف القبس
مشكلتها لما التحقيق يصير باخر الفقره لا في ان شاء الله 20 جريمه يوميا في حولي، السلميه اولا ثم النقره وثالثا الجبريه، 2617 جريمه قيده ضد مجهول، البدون الاكثر ارتكابا للجرائم ثم المواطنون فالسعوديون، حصيله حملات امنيه في الاحمدي وميناء مبارك ومبارك الكبير عفوا 53 مطلوبا و10 مخالفين و11 بائعا. حولي الاولى اخ محمد، السلميه والنقره والجابريه من الاوائل المناطق اللي فيها يعني يقول 20 جريمه يوميا في حولي، عدد خطير امانه، 20 جريمه يوميا عدد خطير. ابو محمد انت الحين تدخل حولي ما تصير بعد ساعتين على شيكاغو، مشكله في مصافط، شوارع ضيقه، اغلب العماير العزابيه موجوده، اغلب الجرائم اللي ضايعه بالكويت، اي جريمه موجوده بالكويت ضايعه بحولي موجوده، اكثر سرقات بحولي. قبل غزه كان فلسطينيين طلعوا وصارت يعني اللي ردوا ردوا نفس الفكر نفسه، فاحنا مشكلتنا مو قاعدين ننظم الجانب يعني حولي ثلاث ارباع تجاري. فالمشكله في البناء، البناء اغلب احنا يعني القناه موجوده بحولي، لكن اغلب الشوارع احنا نطلع من القناه كل يوم قاعد نشوف يعني انت ابو محمد قاعد تشوف يعني فرق امنيه يوميا نطلع من القناه الساعه 12 وحده كل يوم شفنا فرقة أمنية تفتيش. ليش؟ يقول يا أخي في مشاكل قاعد تصير، في جرائم، في يبون يطفون وملحقين، وقلة الفرق يعني. والجانب الآخر 20 جريمة أعتقد هذا معدل هذا الموجود، وأعتقد أنه رقم خطير جدا إن لم يكن هناك تنظيم في المنطقة. المنطقة عشوائية صايرة، أقلب إلى العشوائية، ما في مصافط. يعني اللي مقابلنا 20 عمارة كلها تصفط عندنا بكل صراحة، هذا اللي قاعد يصير. فما هو وين يصفط؟ بالتالي أعتقد اللي ذكر اليوم في التقرير اعتقد اقرب الى الواقع، واحنا قاعدين وين طالعين الساعه 1 بالليل طالعين من حولي، وعلى طلعتك تلقى فرقه فرقتين قاعد يفتشون ويشوفون سماشر. يقول والله يوميا احنا مشكلتنا قاعدين يسوون يعني فرق امنيه وجزاهم الله خير، لكن مو ملحقين على هذه الجرائم. طيب نذهب الان الى فقره الكاركتير ونشوف كاركتير الشاهد. تعليقك اخ محمد على دي او تي هذا الهامور، هذا هامور التهم القرش الحوت، مشروعات مشروعات صغيره وفعلا تروح حق الهوامير شغالين. اي والله فعلا يعني كاركتير معبر، معبر جدا. طيب نشوف القبس، كاركتير القبس مواطن واحد يقول لك لا يحوشك انا مالي شغل، تعليقك؟ لا يحوشك هذا يقول لك انا مالي شغل، صار متهم ولا انا مالي شغل؟ هذا المواطن مع شكل الحكومه والمجلس ولا سالفه تمام؟ لا وش كان يقول مالي شغل؟ والله ما ادري. ما عموما يمكن كانت هذه اخر فقره من فقراتنا، لاحظتوا معنا مشاهدي الكرام اليوم كل الاخبار كانت حول تنصيب الرئيس المصري الجديد وحضور سمو الامير، وبالاضافه الى موضوع الاضرابات وضربات التامينات، بالاضافه الى ما قررت اليوم لجان مجلس الامه بالنسبه للعسكريين المتقاعدين من 91 ل 2002، وبالاضافه الى المدنيين اللي يكون لهم نهايه خدمه من 15 الى 18 شهر. هذا كانت هو ابرز عناوين صحفنا بالاضافه للاخبار الاخرى المتنوعه اللي شفناها. اخ محمد العلمي شكرا جزيلا لك. عفوا. مشاهدي الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، امل ان نلقاكم ان شاء الله بالغد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.